السلام عليكم، مرحبا بكم في البداية الصحيحة للعبة من الشعوب. إذا سوف نختار أي شعب تحب، أنا سأختار جوريا مثلا، ثم نختار الشعب ونبدأ في تعديل الشخصية كالعادة. سأسميه ياكاشي هكذا وأضغط إنشاء شخصية وأضغط موافق، وهذه البداية الصحيحة في لعبة أمل الشعوب، بداية جديدة. قم بزيادة الشاي. إذا يمكنك التحرك بواسطة لوح المفاتيح هكذا، كما يمكنك التحرك بواسطة الماوس كذلك. تجي مباشرة هذه النقطة الحمراء على الخريطة الصغيرة. هيا بنا. إذا يمكن التحرك بواسطة الماوس أو بواسطة لوح المفاتيح. إذا كنت لا تستطيع أن تتحرك بلوح المفاتيح، فيمكنك أن تقوم بتغيير لغة الكتابة بالضغط على Alt زائد Shift كي تستطيع أن تتحرك بشكل جيد. إذا كانت لديك لوح المفاتيح باللغة الإنجليزية أو باللغة الفرنسية، فقم بتحويله إلى لغة عربية. نبدأ مباشرة، نأخذ المهمة من هذا. المهمة الأولى، نضغط موافق، إنهاء المحادثة، نتجه مباشرة إلى قتل هذه الوحوش. سنقاتل هنا حتى نصل إلى الليفل 9 مثلا. اضرب، يمكنك أن تضغط هنا لتضرب أو فقط تضغط على الرقم 1 الموجود هنا والرقم 2 للتجميع كي تقوم بتجميع ما يسقط من الوحش مثل الذهب مثلا. إذا نضغط على رقم 1 فقط ثم رقم 2 للتجميع، إذا وضعت المؤشر هنا فهنا يوجد يهاجم ثم هنا يلتقط، ثم لدينا هنا أن يهجم المرافق وحده أو أن تهاجم مع مرافق يعني الحيوان الذي ستقوم بترويضه لاحقا. إذا نفتح نافذة المهمات ونأتي بها إلى هنا، ضعها تحت الخريطة هكذا بشكل كي نستطيع أن نشاهد المهمات بشكل أفضل. ثم أفتح الحقيبة بالضغط على E، ثم أفتح هذه النافذة الثانية بالضغط على E لوح المفاتيح كي تستطيع أن ترى الأشياء الموجودة لديك بالحقيبة والأشياء التي تحملها معك هنا. فتح نافذة الشخصية تضغط على C أو تضغط هنا. هذه نافذة الشخصية، هذا هو الليفل الذي وصلت إليه، ثم هنا مستوى العمل. وبالحديث عن الليفل ومستوى العمل، فهذا مهم جدا باللعبة، مهم جدا. نضغط على ك، حرف ك، لندخل إلى نافذة المهارات ومستوى العمل. مستوى العمل مهم جدا، ترفعه كلما رفعت من مستوى ترفع مستوى العمل. هذا كي تقوم بتقوية مهاراتك، كي تتعلم مهارات جديدة، تعلم المهارات وترفع مستوى العمل. دائما تقوم بهذا لأن هذا شيء مهم جدا. قبل أن تتعلم أي مهارة دائما اقرأ أولا التفاصيل، هل هي مهارة يعني ستنفعك أم لا. فهناك بعض المهارات تستعمل يعني تطلب منك مثلا مهارة خاصة بالسحر وأنت لا تستعمل السحر بل تستعمل فقط السيوف والقتال. فأنت لا تحتاج مهارة السحر بل تحتاج مهارة القتال إذا كنت مقاتل، وتحتاج فقط مهارة السحر إذا كنت ساحر مثلا. الليفل الخاص بنا هو 3 فقط، لذلك سوف نبقى هنا حتى نقوم برفع الليفل إلى 9 أو الليفل 10 فقط بقتل هذه الحيوانات. إذا وصلنا إلى الليفل 5، دائما نضغط على ك ونرفع مستوى العمل دائما ونرفع المهارات أيضا. هكذا ونستمر في القتال. سنعود لكي يعطينا، سنعود للمهمة كي نأخذ الفأس من هذه المهمة. أعطينا الفأس. إذن هذه هي حلتي الجديدة يا أصدقائي، الحلة الجديدة في أمل الشعوب. سنتحدث عن شيء مهم جدا بلعبة أمل الشعوب، وهي كيف أعرف السلاح المناسب لي مثلا. كما نرى اخترنا مثلا شعب أجوريا، لدينا في البداية تكون إما
يعني سوف تتخصص في، يعني عندما تصل إلى مستوى 10 أو مستوى 20 سوف تتخصص، إما أن تكون مقاتل أو تكون جلمود أو تكون وحشي. هذا هو التخصص الأول. ثم لدينا التخصص الثاني، يعني ثم لدينا التخصص الثالث. مثلا إذا كنت تريد أن تتخصص كمقاتل، فالأسلحة التي ستستعملها فهي موجودة هنا معك هنا، وتستعمل السيف والفأس، هذه هي أسلحتك. ثم لدينا مثلا التخصص الثاني، مثلا الفولاذي أو القناص. مثلا القناص، إذا اخترت القناص فهو يستعمل القوس فقط، هذا هو سلاحه. ثم إذا اخترت الفولاذي مثلا فأنت ستستعمل إما الفأس أو فأسين. ثم لديك المدجج مثلا فأنت ستستعمل الفأس أو فأسين أيضا، وكذلك أمير نوبال يستعمل فقط القوس والمغوار كذلك. إذا هكذا تظهر الأسلحة الخاصة بكل قسم. ولا تنسى تختار مثلا شعب الأرمال، فكل شعب يعني مختلف عن الشعب الآخر. مثلا إذا اخترنا مناور هنا فهو يستعمل سيفين أو سيف، يعني هم يستعملون السيوف بشكل كبير، والأجور يستعملون الفؤوس بشكل كبير. إذا في أي شعب اخترته دائما تختار هي الأسلحة المناسبة لك. إذا في أي قسم اضغط عليه وسيعطيك السلاح المناسب لتخصصك. كذلك في الأمانيس نفس الشيء، مثلا هنا لدينا إذا اخترنا هنا مدافع فهو يستعمل سلاح ذو قبضتين زائد الترس، يعني يستعملون الترس والسلاح بشكل كبير، يعني الترس مع السلاح. إذا حسب التخصص دائما تضغط على التخصص الخاص بك وسيعطيك السلاح المناسب لتخصصك. تمت المهمة، تختار إذا هنا تختار السلاح الخاص بك حسب تخصصك ثم اضغط تمت المهمة. إذا نقول هناك لتعلم المهارات الأساسية، إذا نقوم بموافق. إذا لقد قمنا بتعلم المهارات الأساسية، وهي هنا رفعنا المهارات الأساسية ورفعنا مستوى العمل، لذلك تم قبول المهمة مباشرة. نضغط أمات المهمة، نحدد معها مرة أخرى هكذا، ثم أخذ المهمة واستمر في القتل لنقتل هذه الوحوش. أولا نفتح الحقيبة ونأخذ الفأس الخاص بنا، نضغط على اي لفتح مثلا هذه النافذة، نضغط دوبل كليك هنا. لقد الآن أصبح لدي الفأس هنا، الآن يمكننا القتال بشكل أفضل، بشكل أسرع يعني. كذلك نستعمل المهارات بالشكل التالي، نفتح نافذة المهارات بالضغط على ك، نقوم بجر المهارات إلى هنا، هذه المهارات هكذا، أضع المؤشر يعني عليها. إذا كانت كامنة فهي لا يمكنك استعمالها، أما إذا كانت هجومية أو بوف يمكنك استعماله. هذه مجرد بوفات، بوفات هي مهارات مساعدة فقط، لا تقوم بالهجوم بها، هي فقط تساعد تعطيك تأثير مثلا زيادة القوة أو زيادة السحر. وصلنا لليفل 6، دائما نضغط على ك مرة أخرى، نرفع أيضا مستوى العمل الخاص بنا ونقوم بتعلم المهارات. دائما نضع المؤشر عليها قبل أن نقوم بتعلمها. وهكذا مثلا قمت بتعلم هذه. إذا المهارات الهجومية كما ترى هنا، هنا هجومية ثم هنا كامنة. الكامنة لا تستطيع أن تستعملها، لكن الهجومية موجودة معك هنا. مثلا هذه بوفات، ثم لدينا هنا مهارة هجومية واحدة التي يمكن استعمالها الآن، هي سوف أضعها هنا على الرقم 3. لماذا؟ يعني عندما أضغط على الرقم 3 سأستعمل مباشرة هذه المهارة بدون أن أستمر في الضغط عليها بالماوس، فقط أضغط على الرقم 3 للهجوم مباشرة. يمكنني التحرك بواسطة الماوس وأيضا بلوح المفاتيح كما قلنا مسبقا هكذا. كي نستعمل المهارة مثلا نضغط على الوحش أولا ثم أضغط على 3، سوف يستعمل المهارة تلقائيا هكذا. نستعمل المهارة،
إذا التجميع يمكنني أن أقوم بالتجميع بواسطة الماوس أو فقط أضغط على الرقم 2 كما قلنا سابقا، أضغط على الرقم 2 فيقوم بالتجميع. نفتح الحقيبة سوف نجد أنه تم إعطاؤنا سطرة، إذن سطرة جديدة، ثم شيء نعم هذه هي أداة المهمة. إذا لا تهمل التجميع، يعني يجب أن تقوم بتجميع جميع الأشياء التي تسقط من الوحش. لماذا؟ لأن الذهب سوف تحتاجه يعني بشكل كبير جدا في المستويات يعني العالية، سوف تحتاجه كثيرا. وكذلك المواد الأخرى التي هي مواد غير مهمة فأنت سوف تحتاجها كي تقوم ببيعها مقابل الذهب، وهكذا يعني تقتصد وتربح أكثر من الذهب، يعني تربح ذهب أكثر ببيعك لتلك الأشياء الغير مهمة. نكتفي بهذا القدر ثم نعود إلى المرشد كي يعطينا الجائزة التالية. إذا سوف نأخذ الآن الفأس، لدينا الفأس هكذا، سأخذ هذا الفأس وأخذ المهمة التالية بسرعة. إذا نفتح الحقيبة بالضغط على إي وأخذ الفأس الذي ربحته مثلا، هذا هو الفأس، إذا أصبح لدينا فأس آخر الآن. هنا عندما تقف ولا تعرف ماذا تفعل تضغط هنا دوبل كليك ثم تقرأ هذه التفاصيل، تضغط على هذا السهم. إذن يقول لك هنا تكلم مع بورا مدربة المبتدئين، أين سأجد هذه المتدربة؟ دائما نفتح الخريطة، نضغط على علامة استفهام وعلى إم لفتح الخريطة، ثم هنا في الخريطة يجب أن تنتبه لشيء مهم جدا. إذا ضغطنا هنا فيعطينا خريطة الجزيرة فقط. إذا ضغطنا على هذا المنزل مثلا، إذا ضغطنا على هذه البيوت يعطينا خريطة المدينة فقط. ثم عندما تخرج لنا يعني خريطة المدينة فقط نضغط على ناقص، هنا علامة ناقص أعلى الخريطة فيعطينا خريطة الجزيرة بكاملها. ثم أضع المؤشر على هذه النقاط الموجودة بالخريطة، مثلا هذه النقاط الحمراء هي مدربة المبتدئين، هذه هي المطلوبة منا. إذا لم تظهر هذه النقطة الحمراء بهذه العلامة بهذا الشكل، يجب عليك أن تضغط على المهمة هنا على يمينك، اضغط على المهمة حتى تظهر هذه العلامة الحمراء بالخريطة، ثم نتجه إليها مباشرة. فقط نترك الخريطة مفتوحة لنعرف الطريق ونتجه إليها مباشرة. إذا هيا بنا. إذا عندما نقترب منها ونضع المؤشر على هذه النقطة بالخريطة الصغيرة سوف نجدها هنا، مدربة المبتدئين هي. إذا وضعت المؤشر على النقاط المربعات الصغيرة بالخريطة فيعطيك أسماء هذه النقاط الصفراء أو النقاط الزرقاء أو الحمراء، فهي تعبر عن الشخصيات داخل اللعبة، الشخصيات التي تأخذ منها المهمات طبعا. هذا هي موجودة هنا أمامنا مباشرة. ثم لدينا هنا لاعب جديد، دعنا نسلم عليه، أضغط انتر ثم أضغط سلام لكي أتحدث، أضغط انتر ثم أكتب إليه أهلا أهلا بك. كي تضيف صديق إلى لائحة الأصدقاء تضغط عليه ثم تفتح مكان نافذة الأصدقاء، هيا تفتح نافذة مرسال بالضغط على F ثم تضغط على إضافة أو تكتب هنا اسمه، يعني اسم الشخص الذي تريد أن تضيفه هنا، وتضغط موافق. وكي تتحدث مع هذا الصديق تضغط على همس، اضغط على همس كي تقوم بالتحدث معه او تقوم بدعوة الفريق لدعوته الى فريق. اذا لنأخذ مهمة المتدربة واضغط. اذا وصلنا لليفل 7 دائما افتح
هنا ارفع مستوى ثم ارفع المهارات، هكذا دائما ارفع مستوى المهارات، ودائما كما قلت تنتبه الى المهارات التي تتعلمها قبل ان تتعلمها. اذا لدي مهمة اخرى، لدينا يقول لك حقق مستوى العمل التالي. اذا نحن لقد قمنا سابقا بهذه العملية، يعني ما هي؟ وهي رفعنا مستوى العمل، رفعنا مستوى العمل، لذلك اجتزنا مهمة مباشرة. نضغط اوكي، تمت المهمة. الآن نضغط هنا ضرب مهارة أجوريا، هذه للمهارات، نحن تعلمنا المهارات سابقا لذلك اجتزنا المهمة. ها هي المهارات التي تعلمناها، وطبعا دائما المهارات الهجومية نضعها هنا كي نستعملها، وأيضا المهارات البوفات عبارة عن بوف. إذا هنا اجتزنا المهمة مباشرة لأننا تعلمنا مهارة أجوريا، يعني درب مهارة أجوريا، تعلمنا المهارات. إذا أختار اللباس، تمت المهمة. إذا وصلنا لليفل آخر، دائما نرفع مستوى العمل وتعلم المهارات. تفعيل المرافق هذه خاصة بالترويض، هذه مهارة الخاصة بترويض الحيوانات مهمة، سنتعلمها كلها طبعا. نتحدث معها مرة أخرى، نأخذ المهمة التالية، موافق. دائما نقرأ التفاصيل، نضغط دوبل كليك ثم على هذا السهم. يقول لك تكلم مع مدرب المتوسطين أزيرا في مخيم متدربين، يعني في وسط المدينة. إذا نحن قبل أن نتجه إلى المدينة سوف نرفع الليفل إلى مستوى 10 وأكثر بقتل هذه الحيوانات. هيا بنا نبدأ ونفتح أيضا الحقيبة، نقوم بارتداء ملابسنا الجديدة ونذهب للقتال. وصلنا لليفل جديد، دائما نرفع المستوى هكذا. اذا كنت لا تريد ان تظهر هذه التفاصيل على الشاط، يعني القتل الحيوانات وغير ذلك، نضغط هنا على هذه النقطة الصغيرة تحت نافذة الشاط، ثم هنا تحدد الاشياء التي تريدها ان تظهر على يعني النافذة. مثلا لا اريد ان يظهر مثلا الضرر المتلقي او الضرر او الخبرة او الاداة المرتبطة، يعني الاشياء التي لا تريد ان تظهر تقوم بنزع العلامة هنا ثم تضغط موافق وهكذا. جيد، او تقوم بنزع فقط العلامة على رسالة من النظام ويقوم بنزع كل هذه العلامات. ضغط موافق يكفي هذا. نعود الآن إلى المدينة، وهذه بوابة المدينة. عندما تصل هنا وتصيبك الحيرة تقول أين سأذهب الآن، فقط افتح الخريطة. طبعا افتح الخريطة وهكذا تفتح خريطة المدينة. كما قلنا إذا ضغطت هنا على ناقص وضغطت مرة أخرى هنا على المدينة فيعطيك خريطة المدينة وحدها. هذه هي العلامة، إذا ضغطت على المهمة هنا، تضغط على المهمة ضروري أن تضغط عليها أولا كي تظهر هذه يعني العلامة الحمراء بالخريطة. ها هو متدرب المتوسط الموجود هنا، إذا تذهب إليه مباشرة. اترك النافذة مفتوحة إذا كنت مبتدئ جدا، هكذا حتى تصل إلى الشخصية. فقط ضع المؤشر
كي تستطيع أن يعني أن تقرأ أسماء كل هذه الشخصيات الموجودة بالمدينة. إذن ها هو، أضغط عليه دوبل كليك، والتالي أضغط هنا اختيار الاختصاص، أضغط موافق، يعني أخذنا مهمة. ثم أضغط هنا وأضغط هنا، هذه هي المهمة التي جئنا من أجلها، أضغط تمت المهمة. ثم إنهاء المحادثة. إذا لدينا مرة أخرى مهمة، إذا بما أن عليه علامة استفهام أو علامة تعجب، يعني لديه مهمة يجب أن نأخذها. ونضغط موافق لأخذ المهمة. إذا الآن لدينا مهمتين هنا. إذا كيف سأعرف أين سأذهب الآن؟ أضغط مرة أخرى دوبل كليك، ثم أضغط على هذا السهم ويقول لك اذهب إلى تاجرة الأطياف. أين توجد تاجرة الأطياف؟ نفتح الخريطة وخريطة المدينة ونضع المؤشر هنا، نضغط على أعلى اسم المهمة من هنا، ثم يعطيك مباشرة هنا باللون الأحمر، ها هي تاجرة الأطياف موجودة هنا. يعني نفس الشيء في المهمة التالية، نفس الشيء ها هو موجود هنا، موجه ديسان. بدون أن تقرأ التفاصيل ها هي، يجب أن تذهب إلى هنا مباشرة. إذا تاجرة الأطياف تكون دائما هنا عند الدرج، تذهب مباشرة. هي تاجرة الأطياف، نضغط عليها ونضغط هنا ونضغط تمة المهمة. ثم لديها مهمة لنا، أحصل على طيف واحد. إذا نضغط هنا ونضغط موافق، نفتح الحقيبة كي نقوم ب يعني جلب طيف واحد. يجب أن نستعمل هذا الحجر، نضغط عليه دوبل كليك كي نقوم باستعماله. نضغط على إي لنفتح. مثلا لدينا هنا فارغ، إذا ضغطنا على هكذا دوبل كليك ها هو، قمنا الآن بحمل الحجر، أصبح لدينا حجر الذي يجمع الأطياف. إذا سنتركه هكذا ونذهب إلى المهمة لجمع الأطياف. لكن قبل أن نذهب لجمع الأطياف، أولا نذهب إلى الموجهة ديسيل وهي لهذه المهمة الثانية، وقبل ذلك نذهب لشراء حيوان لنركب عليه حتى نقوم باجتياز المهمات بشكل أسرع. إذا نأتي إلى هنا، نضغط هنا على دليل مغامرين ستودا، ثم صمراج للإيجار، صمراج للإيجار، ثم نقوم بشراء أسد، هو أسرع هكذا. ثم أضغط على إي لفتح الحقيبة، وهو موجود الأسد. إذا نأتي به إلى هذا المستطيل وهكذا، عندما أريد أن أضغط عليه. أيضا لفافة العودة سأضعها هنا مثلا، وأيضا الدم إذا كنت تحتاج إلى الدم أيضا تضعه في هذا المستطيل، وكل الأشياء التي تحتاجها حتى يسهل عليك استعمالها. مثلا أريد أن أستعمل الأسد، مثلا أضغط عليه فقط هنا أو بكنترول 5 مثلا، أو أضعه في المستطيل الثاني الذي يعني يعبر عليه بالأرقام هكذا. هكذا نستطيع أن نتحرك بسرعة كي لا نضيع الكثير من الوقت. الآن نستطيع أن نذهب إلى موجهة ديسيل، كما قلنا فهي موجودة بالمدينة. عندما نفتح الخريطة ونذهب إلى هنا، هي موجهة ديسيل موجودة بالجهة الأخرى. إذن سوف ننزل من هنا مباشرة إلى الدرج الثاني. إذن ها هي، وهذه يعني لاعب جديد أو لاعبة جديدة، سلام، نتحدث معهم، أهلين. إذن هذا شيء مهم جدا، التحدث مع اللاعبين، تضغط إنتر ثم تتحدث، تكتب كلامك هنا، أهلا، سلام. عليك أن تتحدث حتى تستطيع أن تنشئ صداقات داخل اللعبة. سلام عليكم. إذا لاحظت بأن يعني رسائلك يعني لا تصل إلى أي أحد، مثلا إذا كنت محتاج شيئا ما ضروري، فتضغط على إعلان
هنا يمكنك أن تتحدث أيضا في مكان إعلان هنا وأضغط هنا سلام عليكم وأضغط إنتر. طبعا لا يمكنك الآن القيام بذلك بسبب ما زلنا بدأنا يعني ما زلنا في المستويات المبتدئة. المهم إذا نتحدث مع موجه ديسال نداء الواجب لدينا مهمة وضغط موافق طبعا مباشرة. إذا أخذنا مهمة موجه ديسال إذا ذهبنا إلى هنا ضغطنا على هذه المهمة مثلا ضغط على هذا السهم يقول لك اذهب إلى موجه ديسال أكمل مهمة اختيار الاختيارات ستوكلها إليك يعني أعطتنا مهمة يجب أن نقوم بإنجازها أولا. ثم لدينا أوريد المخالب سوف نتركه إلى فيما بعد يعني جمع يعني سنترك هذه المهمات ونذهب إلى جمع أوريد المخالب. نعم إذا أوريد المخالب موجود في بوابة المدينة طبعا هيا بنا يعني بوابة المدينة موجود هنا كي نتأكد نفتح الخارطة طبعا دائما أن تفتح الخارطة إذا كنت مبتدئ دائما نفتح الخارطة ونضغط على المهمة هنا فيعطيك مكان وجود أوريد المخالب أو الوحوش التي عليك أن تقوم ب يعني قتلها في هذه الدوائر الزرقاء وكل دائرة زرقاء تحمل اسم الوحوش الموجودة في الدائرة الزرقاء. إذا نذهب إلى الآن يجب أن نذهب من هذه البوابة هيا بنا. إذا هي مباشرة قرب البوابة. إذا الآن أقوم بالنزول بالضغط عليها مرة أخرى بالضغط على نفس الأيقونة ثم نبدأ في قتل الوحوش المطلوبة منا. دائما الوحوش المطلوبة منا على هذه العلامة الحمراء الوحش المطلوب عليك قتله يجب أن تكون عليه هذه العلامة الحمراء يجب عليك أن تقتل مثلا هذا الوحش الذي عليه علامة حمراء ولكن لن تظهر عليه العلامة الحمراء إلا إذا فتحت يعني نافذة المهمات وضغطت على المهمة المطلوبة يجب أن تضغط على المهمة المطلوبة حتى تظهر الوحوش التي عليك قتلها.